مساء الخير وأهلا بكم إلى لقاء جديد في حديث الخليج، وضيفي هذا الأسبوع هو الإعلامي السعودي الكاتب خلف الحربي. حياك الله أستاذ خلف. أهلا وسهلا دكتور. أهلا وسهلا. طبعا بنتحدث كثيرا عن تجاربك الإعلامية الطويلة من جريدة شمس والكتابة اليومية حاليا بعكاظ وقضايا كثيرة لها علاقة بالمشهد الإعلامي في السعودية. حياكم الله. طيب، مقال مناحي البطولة المخجلة، وهو مقال نشر حديثا 7/6/2009 بزاويتك بجريدة عكاظ، يبدو أنك يعني قسوت على مناحي الشخصية في الفيلم وربما على الفيلم أيضا كتجربة سينمائية سعودية محدودة، أليس كذلك؟ قسوت؟ لا أنا ما قسوت، يمكن يكون يعني درجة النقد عالية، لكن فعلا يعني أنا كنت أتكلم عن الحجم الفني. أنا طبعا يعني مهم أني أوضح أني مع السينما، وفي المقال وضحت أني مع السينما وضد يعني المحاولات لتعطيل السينما السعودية، لكن النموذج المطروح يعني لم يكن يعني نموذج يستحق الحرب. وبعدين أنا برضو ما كنت أتكلم عن النموذج المطروح بحد ذاته، أنا كنت أتكلم عن شخصية مناحي أو كاركتر مناحي الدرامي اللي قدمها، وليس الممثل فايز المالكي. وليس الممثل فايز المالكي، بالعكس فايز المالكي ومناحي في بداية ظهور الشخصية في مسلسل إخواني أخواتي على ما أظن كان يعني شخصية لطيفة، لكن استثمرها أكثر من اللازم الأخ والزميل فايز. وبعدين يعني نمط قديم من الكوميديا اللي هو الشخص الجاهل اللي ما يفهم أصلا. في ناس كثير يعني تشتكي من شخصية مناحي أنه بدأ يقدم صورة يعني غير إيجابية للمواطن السعودي. صحيح أنه مش دور الفنان أنه يكون وزير إعلام، لكن برضو الصورة مبالغ فيها. يعني شو صورة الشخص البدائي يعني في عصر يعني الناس مو بهالطريقة نهائيا؟ يعني ما لها علاقة بأنه ربما خلف الحربي ينتمي لقبيلة فيها بادية كثيرة، فربما حتى يزعجك تشويه صورة البدو؟ لا طبعا، لفايز بدو نفس الشيء، يعني ينتمي أيضا إلى قبيلة بدوية كثير. أنا ما فكرت، وما كان يطرح فايز يعني البدوي بمعنى البدوي، وكان يطرح يعني أكثر بالنسبة يعني يطرح شخصية الإنسان السعودي. طيب خلني أقرأ جزء من المقال. طبعا. عن مناحي الشخصية، تقول: مناحي البدوي المزعج الذي لا يقص شعره ويختطف بسهولة قلوب الحسنوات ولا يتردد في استخدام العبارات البذيئة في الاجتماعات الهامة، ثم يتجول بروب الاستحمام في بهو الفندق، هو شخصية تثير الشفقة أكثر من قدرتها على إثارة الضحك. مناحي مهرج الصحراء السخيف سوف تأكله الذئاب الجائعة دون أن يلتفت إليه أحد، فالقضايا النبيلة لا يتصدى لها إلا الأشخاص الحقيقيون، ومناحي ليس واحدا منهم. أليست هذه قسوة؟ لا، لأنه أسوأ أنواع الكوميديا وأكثرها سطحية هي الكوميديا اللي تعتمد على الملابس، تعتمد على يعني الكلام الخارج عن السياق، يعني مش كوميديا موقف وليست كوميديا هادفة. وأنا متأكد أن الكثير من الناس يعني لا يرون في يعني شخصية مناحي كوميديا هادفة، وهي تسيء للقضية أكثر مما يعني مناحي مش فايز المالكي، وأيضا فايز المالكي بشكل أو بآخر اختطف قضية السينما. كنا نتمنى كلنا، وإحنا طبعا نقف خلف فايز، بس ما يعني ما ودنا نحارب عشان مناحي، يعني برضو يعني بغض النظر يعني قضية السينما مطلب مهم، مطلب فني مهم، مطلب اجتماعي، مطلب ثقافي مهم للبلد، لكن مش بالأعمال الرديئة والسطحية هذه فقط. طيب لا غير. شو الفرق بينك خلف الحربي وبين بعض المتشددين اللي اعترضوا على الفيلم؟ طبعا الفرق كبير، هم ضد السينما وانا وضحت في المقاله، وانا ضد مناحي. انا يعني قلت يعني انه يعني انت مع مبدا السينما ولكنك طبعًا ضد ما سميته بالتهريج في شخصيه طبعًا مناحي. طبعا وهذا قلته في المقال، يعني يمكن يكون الرجعيه او الاراء اللي ضد السينما تظهر في السينما، ايضا الطرح السطحي، الطرح يعني ما بيقول برضو عشان ما تقول قسوه، الطرح الساذج. يعني أنا أتخيل أنه فايز يعني عنده أكثر من ذلك، وكانت بدايته أقوى من ذلك، لكن مشكلة مش فايز. يعني كل الأعمال الكوميدية السعودية لأنها لقت رواج، لأنها لقت إعلان، يعني فايز تكرر مليون مرة، غشمشم مناحي غشمشم تكرر مليون مرة، المفرح تكرر مليون مرة، حتى يعني الزملاء في طاش قاعد يكررون شخصياتهم. هو المنتج، هو التحدي الكبير للفنان أنه يطلع في كذا كاركتر، يعني جماعتنا يلقى كاركتر يمسك فيه، يعني يسوي منه شوربة وسلطة وإلى آخره، يعني ولا تنتهي القصة يعني، وتصير يعني الناس تقول يا جماعة تكرروا نفسكم، يا جماعة جددوا، يا جماعة مو معقولة أنت. طيب يعني لكن في رأي آخر أخوي خلف يقول أنه معلش يعني إحنا لن نحاكم هذه الأعمال فنيا، لأنه بحاجة إلى سنوات طويلة حتى نصل إلى ما
مرحلة من النضج في الأعمال الفنية، لكن المجتمع بحاجة أن يتعود وأن يتهيأ وأن يقبل فكرة وجود دور للسينما في السعودية. فبالتالي من ناحية بالوهج الموجود السنتين أو الثلاث سنوات الأخيرة خلنا نستثمره للفكرة نفسها، للمبدأ، مبدأ السينما. طبعا يعني وجهة نظر معقولة، لكن برضو يعني السينما مش بس السينما السعودية، يعني الناس لما تروح سينما أو ما تشوف سينما محلية، تشوف سينما أمريكية، تشوف سينما عربية. يعني مشكلة السينما ما تتعلق يعني في إنه سينما سعودية. طبعا احنا نتمنى أن تكون يعني في سينما سعودية، وعلى فكرة يعني معارضي السينما يعني لو يدرون أن وجود سينما سعودية يخدمهم، وممكن أيضا النموذج الإيراني، هم بهذه الطريقة يعني يكون يعني دليل لهم، هم بهذه الطريقة يحمون ثقافتهم، يحمون يعني اللون اللي دافعون عنه. لكن عدم وجود سينما سعودية ومحاربتها هي اللي تدفع الناس إنه يتجهوا للسينما الأمريكية، وبالتالي اللي الكلام اللي يقولونه، يعني ما أحب أستخدم الغزو الفكري والتغريب وإلى آخره، هم اللي منعوا وجود سينما محلية يعني وثقافة محلية بشكل أو بآخر. هم يعني لو كانوا يحاربون السينما، هو ايضا يعني قاعد يحاربون الامسيات الشعريه، الندوات الفكريه، المسرح الى اخره. يعني في ظنك يعني هذا الحديث وهذا الجدل حول مناحي الفيلم، هل هو مقدمه لانه خلاص خلصنا من هالقضيه، نفتح السينما واللي بيروح يروح واللي ما يبي حر، ما حد بيجبره؟ لا، هو مو مقدمه، هو يعني قد يكون يعني مخاض صغير جدا. يعني تعودنا انه ما في ضمانات لاي شيء، ممكن يكون يعني مخاض صغير ومحاولات استكشاف وينتهي الى لا شيء. يعني لو كان الواحد يقول انه مقدمات يبنى عليها، لكن من تجارب سابقه في كثير اشياء يعني صار لها يعني مخاضات صغيره وانتهت، يعني ولم توجد وانتهت وطويت الصفحه وما صارت السينما. يعني اتمنى انه يكون، لانه في كل بيت يعني سعودي يوجد سينما بشكل او باخر. يعني نعم، لكن من متابعة يعني أقدر أصفها بأنها يومية لردود الفعل حول الفيلم مناحي، يعني هل تتفق معي أنه ردة الفعل في السعودية هذه المرة على مثل هذا العمل مختلفة؟ يعني حتى المتشددين اللي اختلفوا أو اعترضوا على العمل، يعني لغة أقل حدة من السابقة، مواجهات أقل من السابقة، هل يقرأ خلف الحربي في هذا تطور معين في الحراك الاجتماعي الثقافي السعودي؟ بلا شك يعني بسبب مواضيع كثيرة، بعضها خارجي وبعضها داخلي، وفي مقدمتها المنهج الإصلاحي الخادم الحرمين الملك عبد الله، ويعني صار فيه أفق للحوار، صار فيه يعني فضاء يعني معقول للحوار، صارت فيه يعني قواعد الاختلاف يعني اقل يعني اكثر انضباطا، يعني مش مثل قبل. يمكن لو العرض الفيلم هذا وبهذه الطريقه قبل سنوات، يعني كنا نتذكر انه مش سينما، يعني محلات فيديو كانت تحرق في يوم من الايام قبل، يعني قبل 20 سنه او قبل 30 سنه. اكيد بلا شك يعني احنا يعني جالسين نتغير كمجتمع، جالسين نتغير ك يعني من حيث عقليه الحوار، لكن يعني صحيح ان التغيير البطيء، بس الزمن لازم ياخذ حقه. نعم، وهذه ربما يعني تقرا في هذا السياق، يعني كل ردود الفعل اللي حدثت في الاسابيع الاشهر القليله الماضيه. طبعا مجرد ان نناقش الموضوع ويقولون، يعني حتى انا ضد من اللي يقولون ملينا من نناقش يعني ونفتح الموضوع. جميل. يعني على مصراعيه يعني مهم جدا. جميل، خلني اخذ اول فاصل في هذا اللقاء استاذ خلف، وبعد الفاصل ساسالك عن بعبع القبيله والمطاوعه، ولكن بعد الفاصل ابقوا معنا. حياكم الله، والحوار يتواصل مع الأستاذ خلف الحربي الكاتب والإعلامي السعودي. في مقال لك أستاذ خلف بعنوان بعبع القبيلة والمطاوعة، تتكلم عن تقرير جمعية حقوق الإنسان الذي طالب باختيار أعضاء مجلس الشورى عبر الانتخاب. في مقالك تقول: يقول معارض هذه الفقرة أن القبليين سوف يكتسحون الانتخابات، ولا أعرف أين تكمن المشكلة في مثل هذه النتيجة المتوقعة، فهذا أمر طبيعي جداً، وهل يتوقع هؤلاء أن يفوز الهنود الحمر بالانتخابات في مجتمع تشكل القبائل الجزء الأكبر من نسيجه الاجتماعي، تقصد في المجتمع السعودي؟ هل تشعر بأن هناك موقف سلبي تجاه القبيلة في التعامل الإعلامي مع القبيلة في السنوات الماضية القليلة في السعودية؟ مو بموقف سلبي قد ما هو بفهم خاطئ. يعني طبعا في الحالة هذه، في حالة المقال،
استخدمت القبيلة أو التجارب المجاورة، يعني التجارب الخليجية والعربية المجاورة لصد المشروع الانتخابات أو صد الخطوات الديمقراطية الأولى. دائما بيقول لك أنه بينجح القبليين، بينجح المطاوعة، بينجح هذا، يعني شيء طبعا يعني حتى لو حدث يعني هو مو هو الخطر. يعني من المهم يعني ما في مجتمع يعني أو ما في شعب يجرب يعني الانتخاب يعني ما يدفع الثمن في السنوات الأولى في أول 10 20 30 سنة. اللي حدث إنه كثير من المثقفين للأسف ردوا على يعني على يعني جمعية حقوق الإنسان وعلى بيانها في إنه لا ما نبغى انتخابات، راح ينجحون كذا، راح ينجحون القبليين. خلنا في موضوع القبيلة، يعني نعم. القبيلة كموضوع يعني يعني زي ما تفضلت في مقالك، واللي يعرف تركيبة المجتمع السعودي ويعرف دور القبيلة في تأسيس الدولة ودور القبيلة في كيانها التركيبة الاجتماعية عموما في المجتمع، لكن نحن بين يعني قضيتين، قضية الخوف من أن تتأصل الفكرة، فكرة القبلية التي فيها عصبية وربما عنصرية، وفي الوقت نفسه نعرف أن القبيلة فيها المهندس وفيها الطبيب، أنا وأنت أبناء قبائل ونعرف هذه الحقيقة. يعني هل التخوف مبالغ فيه أم قد يكون جهل بتركيبة القبيلة، بفكر القبيلة، بتاريخ القبيلة في الجزيرة العربية؟ والله أعتقد أنه مبالغ فيه، ومبالغ فيه عن عمد، لأنه مهما كان القبيلة وحدة اجتماعية وسياسية هامة يعني، وخصوصا في المجتمع السعودي، والقبائل كان لها دور أساسي يعني في تأسيس المملكة يعني مع الملك المؤسس الملك عبد العزيز. لكن طبعا يعني تحت ضغط، لا أحد يعني ما في أحد يعني مع التعصب، ولا في أحد مع العنصرية، لكن تحت ضغط يعني أو ولاية ثقافية معينة سابقة يعني تم تصوير القبيلة بأنها خطر داهم. وهذا طبعا يعني أعتقد موضوع يعني مبالغ فيه. إذا كان موضوع التعصب، فطبعا التعصب يعني مش بس تعصب قبلي، تعصب قبلي وطائفي يجتاح العالم بسبب يعني ظروف العولمة، وبسبب أنه يعني نزعت المحليات يعني للحفاظ على هويتها. يعني هذا يعني شيء يعني كتبت فيه الكثير من الدراسات. لكن القبيلة بحد ذاتها أو يعني انتقادها أو مهاجمتها أو محاولة التقليل من شأنها بهذه الطريقة، أعتقد بأنه يعني اللي يتبع هذه الطريقة يعني لم يقرأ تركيبة المجتمع السعودي، أو يحاول أنه يتجاهل المكونات الحقيقية للمجتمع. لكن إذا سألتك تحديدا عن يعني الجهد والدور اللي تم في السعودية لتوظيف التركيبة القبلية بشكل مدني يخدم دولة، نحن نتحدث عن بناء دولة ولا نتحدث عن تركيبة قبلية في المجتمع. يعني هناك من يقول أنه والله يعني إذا فرغت القبيلة من دورها لابد من وجود بديل يحل محل القبيلة، لا توجد أحزاب ولا توجد بدائل تنظم حراك المجتمع سياسيا وثقافيا واجتماعيا حتى. يعني هل الوقت الآن مناسب للحديث عن والله يعني إقصاء دور القبيلة تماما وإنشاء مجتمع بمؤسسات مجتمع مدني حقيقي؟ طبعا مهم جدا بناء المؤسسات المجتمع المدني، بس أيضا يعني لا تتعارض مع وجود القبيلة. هذا ليس تأييدا للقبيلة، لكن هذا هو الأمر الواقع. المؤسسة القبلية مؤسسة مهمة يعني في الثقافة العربية عموما، مش بس في السعودية. لم يعد يعني أبناء القبائل يعني متجمعين على شكل يعني ليسوا يعني مثلا رعاة إبل، أغلبهم يعني موجودين في كل قطاعات الدولة، وأغلبهم يشاركون يعني في البناء، وأغلب يعني ومش بس يعني القبلية بمعنى البادي، أيضا الحاضرة يعني أغلب سكان المملكة ينتمون إلى قبائل عربية شهيرة. يعني محاولة تجاهل المؤسسة القبلية هو بالضبط تفكير غير واقعي، بغض النظر يعني هل وجود القبيلة. طبعا المجتمع المدني ومؤسسات المجتمع المدني أهم بكثير، وهي الكفيلة بأنها تدمج يعني أبناء الوطن يعني في بوتقة واحدة، وتضمن تكافؤ الفرص بينهم، لأنه أيضا للقبيلة سلبياتها الكبيرة اللي ما حد يقدر يعني ينكرها، لكن يعني يجب التعامل معها كواقع. يعني حنا في أشياء معينة وفي يعني نتعامل مع القبيلة علنا ونرفضها ثقافيا، يعني لا حنا اللي يعني أعطيناها حقها الثقافي، ولا حنا اللي تجاهلنا. ما هي الوصلات القبلية موجودة والعنصرية موجودة والمش عارف إيش، فقط يعني ما نطرحها يعني كلام. لكن هل مزايين الإبل والحديث والجدل اللي أثير حول مزايين الإبل، هل هو
يعني الشرارة التي أوقدت هذا القلق تجاه القبيلة في السعودية؟ طبعا لها دور كبير، لأنه يعني القبائل يعني عبرت عن نفسها يعني بشكل كبير، قد يكون يعني شكل مبالغ فيه وشكل خاطئ، وقد يكون حسن النية، لأنه يعني في كثير ناس يعني ما تخيلوا أنه يعني سيكون لها ردة الفعل، خصوصا أن يعني مجموع القبائل اللي أو نظمت هذه يعني مجموع عدد كبير من السكان، فصار شيء يعني شبه مخيف. بالطبع يعني مزايا الإبل كانت يعني بشكل أو بآخر سعت باتجاه العنصرية القبلية للأسف الشديد، وبحسن نية أو بسوء نية يعني هذا ما حدث وأوصلت رسالة خاطئة. لكن في نفس الوقت يعني أنت لا تقبل، أنا لا أريد أن أقولك يعني الإجابة، العفو، أنا أقصد يعني الحديث عن تهميش، يعني بعض أبناء القبائل يقول لا نحن مهمشين ونحن نشعر بالتهميش ونشعر بالإقصاء بحكم أننا ننتمي لقبيلة، وكأن القبيلة كما قلت أنت في مقالك بعبع، مجرد ما أكون في منصب أجيب ربعي وجماعتي وعيال عمي، الواقع أنه يعني إيش ذنبي أني أكون أنتمي لقبيلة أو إيش ذنبي أني ما أنتمي لقبيلة؟ طبعا يعني هناك يعني مش محاولات تهميش، يعني محاولات يعني تخويف، يعني خلنا نقول يعني أكثر يعني مبالغة في أنه يعني سلبيات القبيلة، في وهذا سينتج عن التهميش أو هذه مقدمات لمحاولات التهميش. يعني طبعا يعني أنه القبائل أو أبناء القبائل هم المشكلة أعدادهم كبيرة، يعني فيهم في كل القطاعات يعني موجودين، يعني ما تقدر تقول فيهم ناس مهمشين وفيهم ناس ماخذين حقهم أكثر وزيادة. يعني لكن كأنك تقول أنه والله عدم إجراء انتخابات جزئية في مجالس الشورى على غرار أو في مجلس الشورى على غرار المجالس البلدية هو مجرد عذر، ويعني استخدام القبيلة كعذر، وهو أيضا في قراءتي أنا لكتابتك بأنه في نوع من الظلم للقبيلة لم يكن الإهانة للقبيلة. بالضبط، وللأسف اللي قاله يعني مش شرط أنه يكونوا الناس غير قبليين، ما هو اللي كتب الكلام هذا ناس ينتمون إلى قبائل معروفة وعربية وشهيرة، هم يعني كانوا يرددون كلام يعني بلا معنى ضد الانتخابات وضد بيان الجمعية اللي وجه في يعني التوسع في العملية الانتخابية، في أنهم حذروا من يعني شغلتين اللي هي المسألة الأولى القبلية، والمسألة الثانية اللي هي نجاح الإسلاميين في وهذا كله ضد يعني ضد تركيبة المجتمع. نعم. حتى لو نجحوا ما يمنع أن يعني هذا خيار المجتمع، يعني نرفض الانتخابات لمجرد أنه هذول راح ينجحون، إذا حنا نبي يعني نفصل على كيفنا. نعم. طيب في نفس السياق يعني أنت كتبت أيضا مقال آخر ونشر يعني هذا العام 11/3/2009 بعنوان المناطقية لعبة الانكماش، تقول وإذا كانت خطورة التعصب القبلي تكمن في إثارة للنعرات الجاهلية، فإن خطورة التعصب المناطقي تظهر دائما في صراعات العمل وتحرم الكثير من الكفاءات من التقدم، لأنها لا تنتمي إلى الإقليم الذي يشكل أبناؤه أغلبية مؤثرة في هذه المؤسسة أو تلك. يسمي البعض هذا السلوك تكتلا، ولكنه في حقيقة الأمر يعد انكماشا لا مبرر له سوى الخوف من فكرة وهمية تتلخص في أن الآخر غريب وبالتالي هو ضدنا. يعني يا خوف من القبيلة أو تعصب قبلي أو تعصب مناطقي، أين التنمية؟ كيف تتحقق تنمية حقيقية لمجتمع يعيش عصر العولمة وهو محاصر بين العنصرية القبلية أو الخوف من العنصرية القبلية أو التعصب المناطقي اللي كلنا نعرف أنه موجود في كثير من الأجهزة الرسمية؟ نحاربه بالوعي طبعا، وبالإيمان أكثر بالوحدة الوطنية، وبالإيمان بمبدأ تكافؤ الفرص. ما في شك أن أغلب يعني أو في مؤسسات كثيرة يعني بنيت على يعني موظفين كبار من مناطق معينة، وظل يعني طبعا احنا عندنا مشكله يعني كبيره في المساله المناطقيه، دائما نظن ان الاخر يعني متباعدين، يعني مش طبعا كل الناس، لكن هذا يعني شعور يعني موجود وموجود بكثره انه الاخر مختلف، مع انه الاخر يعني انا بديت يمكن في يعني بيت الشاعر بديل الوقداني يقول الناس اجانب لين انك تصاحبها. بقطعك شوي ونرجع لهذا البيت بعد الفاصل الثاني في هذا اللقاء، ابقوا معنا. حياكم الله، والحوار يتواصل مع الأستاذ خلف الحربي. قاطعتك وأنت تتكلم عن شاعر الحجاز بديوي الوقداني. الناس يقول الوقداني؟ يقول الناس الجانب لين أنك تصاحبها. طبعا يعني مشكلتنا مع
الآخر إنما يعني ما بذلنا جهد إن نعرفه، راح نكتشف إنه مو مختلف زينا، يعني سواء يعني الآخر هذا سعودي أو غير سعودي أو حتى غير عربي. دائما يعني إذا الإنسان امتلك الجرأة على الاكتشاف راح يكتشف إن الناس الثانيين طيبين ومثله ويفكرون يعني نفس في نفس اتجاهه. وهذه أيضا من المشكلة الأساسية في المناطقية، وحتى مشكلتنا مش بس في المناطقية، في التعامل مع الآخرين، مع غير العرب غير المسلمين. يعني مع دائما إحنا عندنا مشكلة يعني الحوار مع الآخر، وحنا عندنا شاعر من 200 سنة كان يقول هالكلمة إنه ابذل جهد في إنك تعرف الآخر علشان يعني عشان صادقة. الصداقة هي الضمان في إنه يعني تكتشف إنه هذا الإنسان يعني شخص مثلك مثله يعني. نعم، يعني طيب أنا دائما إذا جاء الحديث على المناطقية أقول يعني يفترض أن كل المناطق وكل القبائل وكل فئات المجتمع يعني تعيش تحت مظلة مؤسسة سياسية عليا هي محايدة مع الجميع، أليس كذلك؟ نعم. إذن بالتالي يفترض أنه من مسؤوليتها أن تقف ضد أي مناطقية أو تعصب مناطقي أو قبلي، خاصة في الوظائف العامة. طبعاً هذه من مسؤولية الدولة، لكن أنا أعتقد أنه يعني أغلب يعني دول المنطقة تعاني من هذا الشيء. نحن ناس يعني احنا ناس يعني عشائريين بطبعنا، يعني يعني ناس يعني عندنا هذا الميل وهذه النزعة. المؤسسة السياسية نفسها؟ مش المؤسسة السياسية نفسها، لكن الثقافة العامة، والمؤسسة السياسية جزء من الثقافة العامة. يعني الثقافة العامة يعني في المنطقة العربية منطقة يعني، بس المؤسسة السياسية هي التي وحدت هذا الشتات، وحدت القبائل طبعا، وحدت المناطق. وبالتالي اللي أعرف أنا وأقرأ وأشوف في مجتمعنا المؤسسة السياسية تحديد العائلة الحاكمة يعني للجميع محايدة، وهي التي وحدت الجميع. المؤسسات المسؤولين اللي يوجدون في هذه أو الأماكن المناطقية هذه أو في المؤسسات اللي يكون فيها طابع مناطقي، يعني الدولة ما لها دخل يعني. لا يعني، لكن من مسؤولية الدولة أن توقف المتعصب مناطقيا أو قبليا أو فئويا أيا كان. طبعا هي إذا ثبت بشكل فجي دائما تتحرك، بس هذا يعني أصلا إثبات مثل هذه الأشياء لأنه يعني الناس بالملايين، يعني إذا ثبت بشكل يعني فج ومباشر هي يعني أكيد أن تتدخل، يعني من مسؤوليتها أن تتدخل، وعادة ما تتدخل. لكن أحيانا يكون يعني الموضوع يعني هم موظفين كلهم سعوديين، ما فيك أنهم تفصل لهم أنهم بهالطريقة أو بهالطريقة. لما كنت رئيس تحرير الشمس ما وظفت حد من قبيلتك ولا جماعتك؟ لا كان المقياس أنهم يكونون شباب وأفضل، وكل اللي يشتغلون في شمس كانوا يعرفون أنه ما عندي نهائيا هذه الناس. وإذا كان الأفضل والمؤهل من قبيلتك ما عندك أوكي حرج؟ أوكي إيه طبعا، لأنه من ناس واجد يعني أكيد. أوكي ليش يعني؟ نعم جميل. لا يعني أنا أعرف بس غالبا مجبلا ما كان في ناس كثير. لا بس أنا أقول أعرف أنه في حوار جيد، وهذا في هذا السياق في حوار حول المناطق، حول العصبية، حول طبعًا كذا، وهو في آخر النهار لمصلحة المجتمع. بالضبط، الأولوية الكفاءة. نعم طيب، خلني أسألك عن تجربة شمس، بما أن تطرقنا إلى شمس. أنت يعني دارت كثير من الروايات والإشاعات والأقاويل حول استقالتك من صحيفة شمس. هناك من يقول أن السبب الرئيسي هو خلاف مع ناشر شمس، أين الحقيقة؟ يعني طبعا يعني هذا فيه جزء من الحقيقة، يعني ناشر شمس يظل يعني يعني شخص عملت معه، شخص يعني صديق، لكن طبعا الخلاف كان خلاف عملي طبعا في ما يتعلق بشمس، يتعلق بانه يعني تدخلات في، وانا وضحت هذه المساله في يعني او في صلب عملي او في صلب عمل التحرير. انا كنت حريص انه جهاز التحرير يكون مستقل بقدر يعني بكثر الامكان. يمكن مجلس الاداره كان عنده وجهه نظر مختلفه، وانا كنت مصر على وجهه نظري، فوصلنا الى نقطه انه يعني يصعب الالتقاء حولي. ماذا كانت نقطه الخلاف الرئيسيه؟ نقطة الخلاف الرئيسية أن كان عندي يعني أنه يعني عدم التدخل في الشؤون التحريرية، أنه يكون مستقل يعني الجهاز التحريري عن مجلس الإدارة، أنه فصل بين الإعلان بين الإدارة والتحرير. بالضبط هذه هي بالضبط، يعني تقريبا يعني مش يعني خلاف، يعني لا هو خلاف شخصي ولا هو خلاف يعني مادي، ولا هو خلاف يعني مبدئي أو مهني بالضبط. نعم مهني. لكن هل كان يتدخل الناشر في مواد معينة بالجريدة؟ إجمالا لا طبعا، يعني فرضت عليك مواد قصص معينة؟ فرضت لا، وإلا كان يعني من الأساس طلعت يعني، بس أنا حسيت أنه الأجواء ممكن يفرض، يعني لو قبلت بمنهج عمل معين يصير من السهل أنه يفرض. أنا رفضت منهج العمل هذا، قد تكون وجهة نظري صحيحة، قد تكون هم يعني وجهة نظرهم صحيحة أنهم جريدتهم هم أحرص عليها، لكن أنا رجل أعمل بهذه الطريقة، أرى بأنه التحرير لا، يجب أن يكون مستقل. لكن كيف تقرأ تجربة شمس؟ هي أحدث جريدة في السعودية، وهي جريدة قيل وصفت بأنها جريدة شبابية. كيف تجربتها إلى اليوم في ظنك؟ تجربة يعني تجربة شمس مثيرة، لأنه مجرد فكرة أن وجود صحيفة تابلويد في السعودية هذه بحد ذاتها مغامرة يعني،
وإذا يعني خصوصا ان يعني المجتمع السعودي مجتمع محافظ والاعلام السعودي يعني عامه يعني اعلام محافظ يعني كانت بالنسبه لي يعني كانت تجربه مثيره. حاولنا ان نوجد يعني صحافه شبابيه وصحافه تابلويد يعني تكون عصريه ومختلفه عما هو سائد طبعا، ولقينا اعتقد ان لقينا تجاوب، بس المساله يعني تحتاج وقت وتحتاج سنين. طيب انتقل الى يعني انت ايضا شديد النقد وكتبت بحده حول هيئه الصحفيين السعوديين، يعني مقال هنا اقفل فمك انت صحفي، ولو علاقه ب يعني من هذا المقال استنبطت مجموعه من الاسئله حول المناخ الصحفي اجمالا في السعوديه، هيئه الصحفيين تحديدا في الانتخابات مجلس الإدارة الأخيرة كان لك مقال اللي فهمت أنه رفض ينشر بكل الصحف السعودية، نشر بإلاف، وقلت لي في وقت سابق تستطيع أن تنتقد الدولة لكنك لا تستطيع أن تنتقد هيئة الصحفيين. هو طبعا لأنه نشر لأنه إلاف أكثر فضاء من غيرها، يعني عشان ما نعطي ذاك المقال بعد يعني حجم أكبر من حجمه، هو يعني كان رأيي كصحفي، رأيي كواحد منتمي إلى يعني الوسط الصحفي السعودي. طبعا يعني جمعية الصحفيين السعودية يعني قائمة على معادلة بسيطة ان رؤساء التحرير هم الأعضاء، وبالتالي لن ينشر نقد لهذه الجمعية يعني الهيئة سوري الهيئة هيئة لان انا عندي حلم ان تكون في هيئة جمعية رديفة. مو انا ابغى اسالك لانك تقول لازم نؤسس جمعية اخرى لجمعية الانسان، انا برجع لها بس خلني اكمل نقطتك عن هيئة الصحفيين. هيئة الصحفيين اغلب مجلس اداراتها او اغلب يعني نتائج الانتخابات فيها انه الاعضاء رؤساء التحرير، يعني من الصعب انك يعني الصحفيين ما يقدرون ينتقدون الهيئة اللي ينتمون لها، ما يقدرون ينتقدون نقابتهم او مؤسستهم. فلذلك يعني عمرهم ما راح يعني ينجحون في انتقاد شيء هم ما اصلحوا لمؤسسة المجتمع المدني الخاصة فيهم. فللاسف يعني انا يمكن استثني بصحيفة او صحيفتين منهم الوطن ورئيس تحريرها عضو في مجلس الإدارة تنشر انتقادات ضد هيئة الصحفيين، لكن اغلب الصحف طبعا يعني تاخذ المسألة بحساسية وتعطي المسألة يعني جانبين، جانب مجاملات وجانب شخصي، وكأنه يعني أنت ضد هذا الشخص ولا أنت ضد مش ضد المؤسسة. طبعا هيئة الصحفيين يعني هيئة تهمنا، وإذا كانت هيئة الصحفيين يعني باقية بهذا الإطار وترفض أنها تكون يعني طرح يعني طرح عبر أعضاء مجلس إدارتها أنها ما تبغى تكون نقابة ولا تبغى تكون يعني تبغى تكون ملتقى نادي شيء من هالنوع، فهذا شيء لا يمثلنا. يعني احنا يعني نطالب او نتمنى وجود جمعيه تمثلنا يعني رديفة. انا سمعت باحد الصحفيين يقول نقدوا للهيئه بانه الهيئه اصبحت هي الخصم والحكم، يعني اذا كان مجلس الاداره متشكل في غالبيته من رؤساء تحرير، غالبا اغلب القصص الخلافات في الوسط الصحفي هي مع رؤساء التحرير، فكيف ممكن ان تخدمني هيئه الصحفيين؟ يعني ناهيك عن ان تعمل بجد على تطوير العمل الصحفي وعلى المطالبة بمناخ أوسع للصحافة إذا كانوا هم أنفسهم يرفضون أن تتحول إلى نقابة، يعني ملكي أكثر من الملك. بالضبط هذه يعني فيها ثلاث أخطار تعطل يعني هذه المؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني. أولا أنه أنت الخصم والحكم، رئيس التحرير هو يعني العضو هيئة الصحفيين اللي تشتكي له. ثانيا ما ممكن ينشر نقد أو من الصعب ينشر نقد، وبالتالي لن تتطور يعني الهيئة. الثالث انه الانتخابات راح تكون موجهه، هذا رب العمل او رئيسهم وراح يصوتون له، فالانتخابات يعني راح تكون تعيش تحت ضغط رئيسك في العمل وتنتخب. نعم، لكنك اذا اخذنا بفكرتك بان تشكيل جمعيه اخرى، جمعيه للصحفيين على غرار جمعيه حقوق الانسان، يعني اليست هذه الفكره تشتيت للجهد وللمجتمع الصحفي على انه صغير؟ لا ابدا. طيب هذه هيئه حقوق الانسان وجمعيه حقوق الانسان، يمكن هذه الهيئه عندها يعني اتجاه انها يعني تبني مقرات او انها تقوم بالتدريب، دائما مشاريع تتعلق ب يعني التدريب والتاهيل وكذا، وتكون في جمعيه اخرى يمكن ما تكلف مقر، ممكن تكون اصلا يعني حتى ملتقى على الانترنت، وتكون معنيه بالدفاع عن الحريات الصحفيه اللي نعتقد انه هذه هي المهمه الاساسيه. ما تخاف يسيطر عليها رؤساء التحرير ايضا؟ ما اظن، ما راح يحبونها لو صارت فيها يعني مساله الدفاع عن الحريات الصحفيه. يعني انا لاحظ من تصريحاتهم انه مش ميالين لهالمساله ولا تعنيهم، ويشوفون فيها انه يعني اشياء يعني او مراهقه صحفيه، فاذا هم ما يبون يتصدوا لهالجانب، يتركون الفرصه ان تكون في جمعيه يعني اخرى
يعني تتناول الموضوع الأهم والملف الأهم اللي هو حماية الصحفيين والدفاع عن الحريات الصحفية. هل كان هذا نفس الموقف عندك لما كنت رئيس تحرير؟ طبعا أكيد يعني وعند أغلب الصحفيين يعني لأنه هذا يعني المنطق يقول إنه الهيئات اللي من هالنوع أو مؤسسات المجتمع المدني اللي تتناول الصحفيين والإعلاميين أولى أولوياتها يعني الدفاع عن الحريات الصحفية. نعم، يقودني هذا إلى سؤال عن الوزير الجديد، وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز خوجة. هل أنت مع قائمة المتفائلين بأن الوزير فعلا جاد في الكلام عن التغيير والتواصل الجاد والجيد وسماع وجهات نظر الصحفيين الشباب والمثقفين في البلد؟ طبعا البوادر أو الإشارات اللي أرسلها يعني مع الوزير خوجة يعني إشارات مطمئنة. لا يمكن الحكم على المرحلة بصراحة، يعني عشان أكون صادق معك لا يمكن الحكم على مرحلته، يعني الفترة يعني قصيرة جدا، لكن الرجل أرسل يعني إشارات جيدة من نوع أنه لن يقال رئيس تحرير في عادي، لن أحاول يحاور الصحفيين على الفيسبوك. هذه رسالة جيدة أنه ما في رئيس تحرير بيخسر عمله خلال فترة؟ يعني طبعا هي جيدة في نيتها كنية، لكن طبعا أنه مش جيد على صعيد التجديد والتغيير والحيوية الصحفية. لكن بعضهم عمره 35 سنة رئيس تحرير، بس كان يقصد أعتقد أنه كان معالي الوزير يقصد أنه لن تكون يعني هناك ضغوطات على الصحافة. نعم. يعني أعتقد أنه القصد يعني كان النية أنه لن تكون هناك ضغوطات غير عادية على الصحافة، طبعا مش جيدة في المعنى اللي قلته أنه يعني راح تكون ضد الحيوية الصحفية. نعم، لكن جيد يعني على الأقل. طبعا الإرسال الإشارات في حديث يعني إيجابي عن يعني نية الوزارة بأن تسهم في تطوير العمل الصحفي، وأنا أعتقد أنه في حاجة لمثل هذه. بالضبط، لكن مبكر الحكم أكيد يعني بلا شك لفترة قصيرة. نعم، طيب أنا بالجزء الأخير من هذا اللقاء بقي لدي مجموعة أسئلة يعني في مجملها تتحدث عن قضايا شائكة أنت دخلت فيها، ربما أحد أهمها حوارك مع صالح الشيحي ونقدك لموقف صالح الشيحي من الانتخابات إجمالا في البلد. أتركها للفاصل الأخير أو للجزء الأخير من هذا اللقاء، ابقوا معنا. حياكم الله إلى الجزء الأخير من هذا الحوار مع الكاتب السعودي خلف الحربي، وتحدث شوي عن بعض لا أريد أن أقول خلافات ولكن اختلافات الرأي مع بعض الكتاب المعروفين في السعودية. في مقال لك بعنوان نصيحة لصديقي صالح، تنتقد صالح الشيحي لأنه يطالب بإلغاء فكرة الانتخابات. صالح ربما عنده وجهة نظر يقول أنه التجارب المحدودة اللي تمت غير مبشرة بأن نستمر في مشروع الانتخابات. هل هذا هو سبب الاختلاف أم أن هناك أسباب أخرى قد لا نعرفها؟ لا طبعا ما في أي سبب، يعني ظل صالح الشيحي أخ وصديق قديم. الموضوع أشعل خلافنا حول مسألة الانتخابات يعني، وكان يعني أوكي لغة الحوار قد تكون حادة، إنما الحمد لله يعني ما كان فيها يعني أي شيء شخصي لا من طرف صالح ولا من طرفي، إنما كنا يعني نتجادل حول موضوع أساسي سبق أننا ناقشنا في الحلقة اللي هو قضية. نعم. الخطر من الانتخابات. إن أنا استغربت من صالح أنه يأتي برأي مضاد لرأي الجمعية أو مطالبة الجمعية في تحت نفس الذرائع التعصب القبلي والمتدين وإلى آخره. في ظنك صالح مقتنع بطرحه هذا أم قد يكون لا أريد أن أتهمه صديق عزيز أيضا مجاملة لأسماء أخرى لشخصيات أخرى؟ أنا ما أدري طبعا، أنا ما أعرف يعني نواياه، بس ممكن تكون يعني ممكن تكون هذه فكرته، لكن ما عجبتني يعني باختصار أو استغربتها من صالح ورديت عليها وحدث الحوار. الحوار في الأخير يخدم الشأن العام أو القضية العامة، يخدم قضية الانتخابات. بالضبط. أنت مع الانتخابات بكل الحالات؟ طبعا يعني أكيد يعني أكيد أنه مع الانتخابات، لأن يعني الآلية أفضل آلية يعني للاختيار، يعني أفضل آلية موجودة للاختيار يعني، أو أنا أظن يعني وجهة نظري الشخصية أنها أفضل آلية للاختيار أفضل من التعيين. نعم، هل تغير صالح الشيحي في وجهة نظرك؟ في طروحاته بكتاباته عن طبعا يعني المحلي. فيما طرحته طبعا، لكن طبعا يعني يمكن يكون وجهة نظري صح يعني غير صحيحة، يعني عشان أكون أمين أنا أحب صالح الشيحي وأحب صوت الناس البسيط يعني صالح اللي طالب بالمشاكل، لأن الناس دائما أكتب لصالح الشيحي. ما حبيت يعني منهج معين أو مقالات معينة كتبها صالح أبعدتها عن هذا الشيء أو أبعدتها عن الناس،
يعني أنا أستغرب طبعًا، يعني ممكن لو واحد ثاني أو كاتب يعني مجامل أو كاتب معارض ما كان يعني ما كان ممكن أعاتب أو في ذاك الحوار اللي بيننا، لكن يعني طبعًا صالح أكيد يعني يهمني أمره ويهمني إنه يبقى يعني صالح البسيط وصوت الناس وصوت الضعفاء. لكن إجمالًا يعني الكتابة في الشأن المحلي يبدو أنه في حركة، يبدو أنه في حتى مساحة أوسع كثيراً لطرح قضايا قد ربما قبل 15 سنوات كان من المستحيل إن لم يكن من الخطر أن تكتب فيها. طبعاً طبعاً بلا شك أنه سقف الحرية يرتفع، وإحنا يعني ناس محظوظين أو جيل محظوظ يعني في العهد الإصلاح الخادم الحرمين، يعني جالس يرتفع السقف. طبعاً أملنا أكثر وأملنا أبعد، لكن يعني بلا شك ان لغه الحوار يعني ترتفع وصوت الكتاب يرتفع وافضل طبعا من قبل 10 سنين. لكن هناك من يقول ان المشكله احيانا هي في رئيس التحرير، في الكاتب، في الوسط الصحفي نفسه اكثر من انه يعني المؤسسه السياسيه تقول توكلوا على الله، يعني يلا اكتبوا، انتقدوا الوزراء، انتقدوا اجهزه الدوله. بالضبط. طبعا يعني فيه طبعا مشكله عامه، وفيه المشكله الاكبر اكيد في المؤسسات الصحفيه، خصوصا ان اغلبها مؤسسات صحفيه قديمه ومسؤولينها يعني قضوا فترة طويلة، فلا زالت مقاييسهم يعني بطيئة يعني في التحرك أو في التناغم مع العصر، في التناغم مع ثورة الاتصالات، مع الإنترنت، مع ما يكتب في الصحف الإلكترونية. لا زالت يعني هم جالسين يتحركون بس مش يعني في سرعة، مش في سرعة العصر، مش في السرعة المطلوبة. نعم، لكن إذا أخذنا قياسا بتجربة دول الخليج الأخرى، يعني تجربة الكويت ربما من أبرز التجارب في المنطقة، يعني الآن خلف الحربي وأنت تتابع وعشت فترة في الكويت، كيف يعني هل تشعر بأن الصحافة السعودية يوما ما ستكون إن لم تكن already يعني وصلت لمرحلة بأنها هي محرك الساكن في المنطقة؟ بالطبع طبعا لأهمية المنطقة ولأهمية المملكة بلا شك الصحافة الكويتية في يوم من الأيام كانت يعني صحافة مؤثرة، ولا زالت طبعا من ناحية الحريات هي يعني الأفضل في المنطقة، لكن من ناحية القدرة على التأثير أكيد يعني، ومن ناحية أهمية المملكة كبلد أكيد أنها هي المحرك في الساحة، وخصوصا بعد 11 سبتمبر يعني أصبحت يعني المملكة أو المجتمع السعودي تحت دائرة الضوء، والنقاشات السعودية يعني تهم العالم بأجمعه يعني. نعم، كيف تجربة الكتابة؟ أنت تكتب الآن زاوية، هل هي يومية في عكاظ؟ نعم. كيف تجربة الكتابة في عكاظ؟ لا تجامل محمد التونسي؟ لا، ما راح أجامل أكيد محمد التونسي، أعتقد أن تجربة الكتابة في عكاظ ما عرفتها أو ما حسيت بأهميتها إلا بعد ما كتبتها. يعني عكاظ جريدة واسعة الانتشار، يعني طبعا أنا احتجت فترة للتوائم مع الجريدة، خصوصا أني كنت جاي من تجربة مختلفة تماما باعتبارها جريدة يعني رسم يعني محافظة نوعا ما وقديمة، لكن عكاظ يعني واسعة الانتشار وتتصل بكل طبقات المجتمع، ويعني لما يعني أفتح بريد الإلكتروني أبتهج في قدرتي يعني على التواصل مع الناس، يعني أحس أنه تجربة عكاظ مختلفة ومن أجمل التجارب، وخصوصا أني تفرغت لمسألة الكتابة بعيدا عن الضغوط المهنية الأخرى، أحس أنها من أجمل التجارب. وأكيد يعني عكاظ يعني قدمتني بشكل مختلف، والأخوان في عكاظ يعني كانوا متعاونين معي رغم اني يعني كنت صعب شوي المراسل. لكنك تقول في واحد من مقالاتك على ما اذكر انك ندمت انك تركت الوظيفه الحكوميه لانك اكتشفت انه ما في ضمان وظيفي في الوسط الاعلامي او في المهنه الصحفيه نفسها، يعني هل فعلا انت ندمان تتمنى ترجع للعمل؟ كنت موظف بوزاره الاعلام. لا طبعا انا ماني ندمان، يعني من اهم ومن اصعب القرارات في حياتي اني تركت الوزاره الثقافه والاعلام، لكن المقال كان ساخر يعني كان ردا على يعني مقولة الوزير الصحة السابق انه اغفل فمك وكذا، فيعني الى احد الصحفيين، فقلت انه هذه المهنة لو ما استقلت من الحكومة وشفت لي مهنة غير هالمهنة او بقيت يعني موظف حكومي كان افضل، كان المقصد انه ساخر. طبعا الخروج من الوظيفة الحكومية الواحد يعني ما يعرف انه لما يكون داخلها يحس انه ما في امان فيها، لكن انا فعلا حسيت بالحرية واني اقدر اشتغل يعني صحفي وأنا مرتاح بعيداً عن ضغط الوظيفة الحكومية. لكن أنتم اللي تكتبون في الشأن المحلي كثير أحياناً الناس ربما تصفكم بشيء من، واسمح لي على التعبير، من النفاق، يعني وزير الصحة السابق ما في يوم ما في مقالات تنتقده وهو كان يتفاعل مع النقد، نتفق ونختلف بس كان الرجل متفاعل. الوزير الجديد من جد دكتور عبد الله الربيعة، يا أنه وزارة الصحة طورت إلى درجة أنه الكتاب مثل خلف الحربي وصالح الشيحي والجماعة كلهم ما عاد يكتبون، أو أنه والله في مجاملة للوزير الجديد، أو ربما الوزير الجديد في ظنكم أنه فوق النقد.
لا طبعا مش فوق النقد. اول شيء الفتره المرحله اللي قطعها الوزير الجديد يعني فتره قصيره، وانا كتبت انه يعني واجه نفس حفره القصيبير. الوزير الجديد شخص ذو شعبيه ونجم، الناس تحبه كطبيب وكجراح، قدامه مهمه كبيره ومهمه ضخمه، ان وزاره مليئه بالمشاكل اكيد. يعني مهما كان وزير الصحه، مهما كان قريب من الاعلام بصفته كجراح ناجح يعني وجراح عالمي، راح تنقلب الامور عليه اذا ما قام باجراءات سريعه. الكل يعني متفائل فيه وما حد بيقطع حاله التفاؤل، لكن بالتاكيد ان عنده مشكله كبيره في الوزاره، مشاكل كبيره في حتى على درجه تامين سرير في وزاره الصحه، الاخطاء في مشاكل يعني حتى في مستشفيات قبل ان تفتتح يعني طلعت مشاكلها وصارت واتضح انها غير صالحه للعمل. وزير الصحه قدامه مهمه كبيره الله يعين عليها، لكن احنا نقول ان الفتره هذه فتره يعني تفاؤل، يعني لا هي فتره غزل. على الاقل احنا ما مدحنا ولا قلنا ان الوزير ممتاز، احنا ننتظر وكتبنا انه احنا ننتظر انك تحل وتستخدم مشرط الجراح اكثر من قلم الوزير. املنا كبير في الوزير، لكن بالتاكيد وزاره الصحه يعني حفره كبيره، ومثل ما قال الدكتور غازي القصيبي مقبره الوزراء. شو حفره القصيبي؟ تتكلم عن وزاره الصحه تجربه القصيبي؟ لا، انه كنت اتكلم ان يعني القصيبي ناس يعني قريب من حاله وزير الصحه الحالي، الناس يعني كانت تحبه ولحد ما مسك وزاره العمل، ما اقول انها ما تحبه بس دخل في مشكله كبيره، لان وزاره حساسه وتمس الناس بشكل مباشر، وهم يرون ان معالجته بالعكس زادت الامور تعقيدا، فيعني تورط. فنفس المصير قد ينتظر وزير الصحه الحالي، اذا لان الناس برضو تحبه للشعبيه. اذا بحكم مراقبتكم ومتابعتك خلف الحربي، ما هي في ظنك اهم الاولويات امام وزير الصحه الجديد؟ اهم الاولويات سهله جدا، انه تامين سرير. يعني وصلنا الى مرحله انه صار العلاج صعب، انه توفير العلاج يعني من الاشياء اللي يعني نحبها في بلدنا العلاج المجاني، لكن حاليا والتكدس والمشاكل هذه اول ملف يجب ان يعالجه هذا. وبعدين الكوادر الصحيه اللي تعاني، الكوادر الصحيه خصوصا الكوادر الدنيا ما تعاني يعني من يعني تهميش وظيفي، ما تعاني من يعني نقض حقوق. طبعا الكوادر المهمات اللي قدام الوزير الصحه يعني كثيره، اهمها ايصال الرعاية الصحية للمواطن البسيط يعني بدون تعقيدات. والوضع الحالي لا، يعني المواطن يصل للعلاج بطريقة معقدة جدا. لكن هناك أيضا الحديث عن التنمية في السعودية، دائما يقول أنه ربما قلة الإمكانيات لدى الأرياف ولدى المناطق البعيدة أسهمت في التكدس السكاني في المدن، وبالتالي صارت مهمة صعبة جدا أن تتوفر مستشفيات كافية في المدن. يعني إهمال الريف من خطة التنمية إجمالا، يعني هل هذا يشكل قلق لديكم كتاب ومتابعين؟ لا طبعا، لأنه يفترض يعني أنه مؤسسة الدولة متكاملة، يعني مشكلة التخطيط. يعني مش فجأة احنا نصحى من النوم نلقى عدد السكان بهذا الحجم، يعني أو يعني في آليات وفي جهات. يعني ما الذي يمنع أن يكون هناك مستشفيات جيدة في الشمال أو في الجنوب، في مناطق أخرى، في المناطق الوسطى والغربية، بحيث أنه تخفف العبء على مستشفيات المدن الكبرى؟ يجب أن يكون، مش بس بالذي يمنع، من المهم أن تكون يعني في المناطق وفي بعضها مش أرياف، بعضها يعني عواصم إقليمية، يعني مناطق ومدن مهمة يجب أن تتوفر، يعني خصوصا أن انتقالهم يكون يعني الناس هذول على حسابهم ويكون يعني صعب، وأيضا يزيدون التكدس في العاصمة. فمن المهم أن تكون عندهم يعني رعاية صحية يعني معتبرة. طيب تجربتك، حتى نختم الحلقة بتجربة شخصية للخلف الحربي، تجربتك مع مقص الرقيب في عكاظ إلى الآن ماشي الأمور زين؟ يعني بالتفاهم إن شاء الله أنه ماشي زين. يعني طبعا يعني أكيد أن أي كاتب يجي الجريدة يعني يحتاج يعني فترة للتناغم معها، يعني إن شاء الله أنها ممتازة. لا بالعكس، وهم متفهمين وأنا متفهم، لأنه كل جريدة يعني أصلا طابعها مختلف عن الأخرى. شو مقالك القادم باختصار؟ يعني مثلا عن الانتخابات الإيرانية. انتخابات الإيرانية. طيب، لن أناقشك في الانتخابات الإيرانية، ناقشتك في الانتخابات في السعودية، نأمل إن شاء الله. شكرا مشاهدينا الكرام، ينتهي وقت حواري مع الأستاذ خلف الحربي. ألتقي بكم الأسبوع القادم مع ضيف آخر. إلى اللقاء. شكرا أستاذ خلف.